لأن كنظن لأن المقابلة فهي مقابلة صعبة على غير المقابلة الأرجنتين وعلى غير المقابلة اللي هتجي من بعد ديال العراق. جميع المقابلات فهم بالنسبة لنا مهمين. حنا بكل صراحة كنتعاملوا بواحد الطريقة احترافية، اللاعبين كيتعاملوا بواحد الطريقة احترافية، عارفين المسؤولية الملقاة على العاتق ديالنا، عارفين بأن ما كاينش شي ماتش في البروفيسيوناليزم ولا في ان كومبيتيسيون من هذا الحجم كتكون سهلة. حنا الانتصار اللي انتصرنا على المنتخب الأرجنتيني جاب واحد العزيمة كبيرة، جاب واحد التركيز كبير، جاب واحد الروح، جاب واحد التضامن، وجاب لي زيفور اللي داروا سو لو تيران. لأن إلا بغينا مرة واحدة أخرى أننا ننتصروا، وعلينا أننا ننتصروا، هذا واجب ماشي إلا بغينا، فكيخصنا تكون نفس الأشياء اللي درناها ونفس التحضير اللي درناه للمقابلة ديال الأرجنتين، لا قبل المقابلة ولا خلال المقابلة حتى يصفر الحكم. كنظن لأن ما نبقاوش في الفرحة، سالينا منها البارح وتوجهنا للمقابله اللي جايه اللي غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكنعرفوا حنا الاهميه ديالها. فخلال الانتصار كتدوزنا مباشره بعد لافاز الثانيه، يعني كيكون واحد التاهل، وتبقى المقابله الثالثه اللي مقابله مهمه اللي نحاولوا من خلالها ان شاء الله باش ندوزوا وحنا اوائل ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش المشوار من بعد اللي غادي يتفتح يتفتح بواحد الطريقه افضل ان شاء الله، باش ناخذوا المقابلات اللي جايين ونوصلوا ان شاء الله لأبعد نقطة ممكنة، ونفرحوا الشعب المغربي والجميع اللي مورانا واللي كيساندنا واللي واقف معنا واللي كينتظر منا الكثير إن شاء الله الرحمن الرحيم. يمكن كاين المشكل بالعامل البدني بحكم تعرف كذلك حنا مقارنة بالفرق الأخرى أو المنتخبات الأخرى، لا الأرجنتينية ولا الأوكرانية ولا حتى العراقية، لأن عندهم لاعبين كثار كيلعبوا في الدوري ديالهم، حنا ماشي لوكا. كذلك الالتحاق باللاعبين كان شويه متاخر، كاين لاعبين اللي يعني ماشي جاهزين مقارنه مع المنتخبات اللي كانوا واجهوها بنفس الكميه وبنفس الكيفيه، ولكن يعني كاين من الحمد لله كنلمسوا واحد الاحترافيه كبيره. وكنشكر بهذه المناسبه كذلك الطاقم الطبي على العمل الكبير اللي كيدير، كنشكر اللاعبين كذلك على الاحترافه ديالهم كما سبق لي وذكرت، وكيفاش كيتعاملوا مع لي دو جوغ دو ريكوبيراسيون، لان ماشي كثار، كاين هي يومين ومن بعد كنلعبوا المقابله. فهذا العامل هذا هو عامل كبير وعامل مهم باش ان نرجعوا الطراوه في اسرع وقت ممكن. كنحاولوا اننا بما فيهم اليوم اضبطوا حتى لي سيونس اللي تماشيا باش نلقاو الدراري في الجوغ جي في احسن حله ممكنه. وما ننساش ما تفوتنيش فرصه كذلك باش نوجه الشكر الجزيل للجامعه الملكيه المغربيه والسيد فوزي القجاع على جميع التسهيلات اللي داروا لنا، لا من الناحيه اللوجستيكيه ولا كذلك من الامكانيات اللي وفروا لنا في هذا الاتجاه هذا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.